ايوه كارلوس باميلا كارلوس باميلا كارلوس باميلا نحن كتير كول شو عنالك يا باميلا وانا كمان كارلوس كتير مساء الخير لكم انهم مشاهدينا بكافيتيريا ليومال توب فور باميلا نحن نعرف انه هلا الاجواء كتير حلوة ومشان هيك في عنا اربع اغاني اليوم كتير حلوين بالتوب فور وكل اغاني جديدة وخلنز وبالنايلون وشو ما بدك اوكي وبالكرتوني وملفوفة كمان كارلوس يا خلينا نسمع اذا بازن مع الاغنية بالمرتبة الرقم اربعة ومنشوفها سوا شو قصتك عم تعني مثل المومية وعلى نينجا طالعة الحمد لله على سلامتي الله يسلمك يا عباس عملت لك نقش الدين حادث ايه شفت شي ما شفت غير كل هالقزاز الترطس بوجهي يا لطيف يا لطيف فرجيني لشو شفاف ما في ما بقى في شفاف في سن واحد سن واحد على الان هون هون علي ما في غير بسيطة 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 اي تشوه اي وجه اي دينار واضحة واضحة ايدي ما تحكي ايدي علي شو بدي خبرك يا ما تحكي ما تحكي خلص 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 شو ناوي تساوي هلا ماشي الحال شو ناوي يساوي بدي روح على المستشفى عمل عملية عملية شو عملية تجميل بدي انت عارف كيف صار شكلي شو بدك بعملية التجميل كرمالك انا مش معقول شكلي انا كتير مشوهة انا كرمالك هيدا الشي بدي اعمل كرمالي انا كرمالي انا مش رح ارضك تجميلي غير طعم تباوستك والمس اشياء بتسيل وفكر حالك وبدك لص العالم مش مرتاحة كتار اخترب بيتن بعد هالجراحة وإذا انت انجرحت يعني قلبي اتبحت وأنا بقتل دكتوري حتى لو رشحت بس أنا مش مرشحة أنا مشوهة خلاص حطيتين $10,000 هلأ ايه كارلوس باميلا كارلوس باميلا كارلوس باميلا نحن كتير كول مشاهدينا كنا بالاغنيه بالمرتبه رقم أربعة وهي غرفه عمليات للفنان محمد اسكندر يا باميلا باميلا بدي اسالك سؤال انت عامله شيء عمليات او لا صراحه انا كارلوس ايه عامله عمليات مش عامله شيء ابدا كارلوس انت كتير كول باميلا ثانك يو كارلوس قبل ما نتابع التوفور رح اذكر بخبر صغير فني انه الملحن سليم سلامي اللي لحن الاغنيه كمان الكاتب فارس اسكندر اللي كتب الاغنيه نعم في تفاوض بينهم وبين المطرب بطرس برانش حاليا بدهم يعملوا له غنيه بنفس الاجواء لان تعرف انت افكارهم كثير رهيبه بتعرف شو غريبه عن شو بتحكي كارلوس بتحكي عن الاشاره والسياره شيء من هالنوع يعني كل ما تمشي بالسياره غير ما تدور اشاره او شيء هيك واو كارلوس هن كثير كول بدنا لهم التوفي واذا مشاهدينا بننتقل هلا للاغنيه بالمرتبه رقم 3 بنشوفها سوا يا ويلي من هدية هديتك ياها لا لا تشد ايدك يعني ما بتخوف كثير يعني رح تاكلها للليخة يعني رح تاكلها اهلين لعب بستون وبلشي كمان حاطة راسك براسي يا لعب لقلك لعب لعب طيب تفضلي ايه ايه شرف يلا 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 لعب مصرة ايه هاي اربعة وزخينا شو تفضل هاي تفضل هاي تسعة حلوة حلوة يلا يلا لعبي يلا يلا رح تاكلها مقلوبة يا ابن كرم لعب لقلك تفضلي شو هاي؟ كلها دوبليه دوبليه؟ منين اجت هاي؟ منين اجت هاي؟ شو هوليك؟ معدي مزبوط الورق عديت مزبوط مانك حاسبتيهم مانك حاسبتيهم كيف هيك؟ بدك كيف؟ لعبي غيرة تم تم لعبي غيرة تم تم لك لعبي غيرة تم تم الطريقة بتمشي صارت عتيقة غلطاني هايدي الطريقة بتمشي صارت عتيقة كل ما بتكوني بريئة كل ما عيونك تملكني لعبي غيرة مش أنا اللي كل ما تقصد بتفلي بخاف عيونك تملكني مشاهدينا كنا بالأغنية بالمرتبة رقم 3 وهي لعبي غيرة للفنان ناجي قصة يا فاميلا العبي غيره بس بدي اسالك سؤال انت شو مغير فيك شيء باللوك جديد في شيء ايه كارلوس عسى شعراتي ايه عبو شو مغير حلوين كثير حلوين كول يلا بعد هلا شوف هلا شو المرتبه شو رقم هلا رقم 2 بنشوفها سوا يي وقت انجو انجو انا وياك انتهى كل شيء بيناتنا اكيد انتهى كل شيء بيناتنا من امبارح قلت لك هيدا الشيء ايه بعرف شو بك شو بني بدي اغراضي
اي اغراض؟ انا جاي لعندي خصوصي، بدي كل اغراضي، بدي ترجعي لي اياهم اغراضي. اي اغراض؟ بدي صوري، صوري انا بدي اياهم هول صور، ما بدي اخلي شيء من اثري معك، رجعي لي اياهم. وبدي كمان شيء ثاني، هو المكاتيب اللي كتبتهم. صور ومكاتيب؟ ايه نعم. صور ومكاتيب وين؟ معقول راسك؟ ايه شو يعني؟ شو صور؟ صور ما صور؟ ايه صور، هيدول صوري، ما بدي اخلي شيء معك، رجعي لي اياهم. ولا بأي عصر عايش انت؟ ولا صور هول هو الديجيتال صور، ما بقى في شيء، بعد في صور وراء، بعد المكاتيب. نعم. بعد في حدا بيكتب بكتيب بالقلم والورقة. ايه ايميل. اه. حبيبي ايميل. شو بالك انت شمعون؟ منين بعد سامع؟ ما تلف وتدور كتير، رح قالك اياها من الاخر. رديلي الصور اذا بعضن معك، ورديلي مكاتيب مكتبتها اليك. معقول؟ معقول راسك كمان؟ وائل نصيحة، لازم تجيب لابتوب. منيح تركتك مان؟ عرفتو؟ مش غلط، مش غلط. ايوه باميلا كارلوس. نحن على الهواء. اوكي باميلا. ايه كارلوس. اسمعنا الاغنية بالمرتبة الرقم 2 من وائل كفوري، رديلي الصور. yeah. كارلوس بدي اقول شغلة كتير مهمة لكل المشاهدين وخاصة للفنان وائل كفوري، بدي اقوله بعيد الشر عن قلبك من كل هالاشاعات اللي عم تطلع عليك، ومنقلك انه هولي بس بيقولوا هيك لانهم غيرانين يا وائل، ونحن منحبك كتير كتير cool. كتير. وانت كتير كول. yeah. cool. هلا مشاهدينا رح ننتقل للاغنية بالمرتبة رقم 1، منشوفها سوا. كيف بتعمل فيي هيك؟ كيف بتعمل فيي هيك؟ ما بتعرف اني حبيتك؟ من بعد ما تجوزنا هلأ جاي تقلي هيدا الشي؟ مش معقول هيدا الشي؟ معقول هيك يعني حبيتك كل هالوقت اللي عطيتك من احساسي ومن شعوري؟ كيف بتعمل هالشي؟ بتعرف شو بدي اقلك؟ بدي اقلك جملة واحدة بس. فتشت عليك وما لقيت منك من حالك مخجول، واجهني لو عندك جرأة ما تكتب عذرك عورق، كنت مفكرتك رجال. مش مزبوط هذا الشيء، مش مزبوط. بقى انا بقى قلت لك انه انا رجال بالاول، بالاول الطريق. على كل انا كنت حب خيك، ما كنت حبك لالك، ما بعرف ليش جوزوني اياك. بتحب خيك؟ وحياة أمة. يا كارلوس، يا كارلوس. يا بابا. انت كتير كول. وانت كمان بابا. كنا بالأغنية بالمرتبة رقم 1، وهي ويلك من الله للفنانة أمل حجازي. كارلوس. نعم. فيني اسألك سؤال؟ تفضلي اسألي. انت رجال؟ نعم. رجال ولا مش رجال؟ رجال اكثر منك باميلا. اوه ماي جاد كارلوس، انت كثير كول. اوكي. كنا اذا مع الاربع اغاني خلصوا، وبنلتقي قريبا مع توب فور جديد من كافيتيريا. الله يبارك. ما هي بيقولوا كارلوس، مشاهدينا كنا مع اربع اغاني جديد دخلها نجيب بالعلبه، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا. بنلتقي مجددا بتوب فور كافيتيريا. الله يبارك. باي باي. انتوا كثير كول. cool.